90 دقيقة تفصل الوداد البيضاوي عن الحلم الإفريقي، والجمهور المغربي ينتظر رجال الوداد ليصبحوا عرسان القارة السمراء. مركب محمد الخامس يربط ماضيه بالحاضر في أقوى مواجهات عصبة أبطال إفريقيا بشعار جيبوها يا الولاد. قناة الرياضية معكم في قلب الحدث مباشرة، إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الوداد البيضاوي الأهلي المصري، السبت 8 مساء على قناتكم الرياضية TNT.